أيها المشاهدون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني كثيرا أن أقدم إليكم في هذه المقابلة الحاج علي بن حسين ضبية، وهو من الرجال المعروفين في مجال عمله، وقد ولد في الكويت حوالي عام 1912، فعمره الآن 57 عاما. كانت جدته المرحومة ضبية المتوفاة في الكويت حوالي عام 1943، بعد عمر طويل كانت صاحبة شاوي، أي ترعى الغنم خارج مدينة الكويت ثم تعود بها مساء إلى الكويت، وهكذا كل يوم. وكلمة الشاوي تطلق عندنا في الكويت على راعي الغنم، والجم شواوي، وهي لفظة عربية مشتقة من الشاة، وهي الواحدة من القنم للذكر والأنثى، والجم شيات وشوات، ورجل شاوي وشاهي صاحب شاء. وقد اشترت جدته القنم من شاوي معروف في الكويت قديما اسمه مثقاب العتيبي بمبلغ قدره 7 أريال فرنسا. كان والده يعمل في القوس على اللؤلؤ بحارا، وعندما كبرت والدته ضبية ترك القوس على اللؤلؤ وأخذ يساعدها في رعي القنم وملاحظتها. وبعد وفاة والدته ضبية حوالي عام 1943-1925 استقل بالشاوي، وظل باسمه إلى أن توفي حوالي عام 1941. كان يساعده ابنه الأخ علي ضبية، وبعد وفاته صار مسؤول عن شاوي الأخ علي ضبية. ومشهور شاوي ضبية في الكويت، ويقع في الحي القبلي قرب المقبرة القديمة مقبرة السوق في فريج الساير، وعدد القنم بالشاوي كثير، أكثر من 1000 رأس، وهو شاوي كبير في الكويت. كان الأخ علي إلى جانب عمله في رعي القنم كان يكد الماء، أي يجلب الماء من البحر من السفن، ومن البر من الآبار الموجودة في الشامية من قلبان للسهول وغيرها، ويبيع الدرب وهو عبارة عن 3 قرب ب5 آنات و4 آنات، أي حوالي 20 فلسا. ظل الأخ علي يعمل شاوي مدة طويلة إلى أن توظف في البلدية مراقب في سوق اللحم، وذلك يوم 11/6/55، ووضع صبي رجل بإجرة يسرح في القنم، وكان يساعد الصبي ابنه دخيل كما أنه كان يساعدهم أحيانا. وحوالي عام 1957 أقفل شاويه نظرا لتغير الحال في الكويت وللتطور المفاجئ الذي شمل جميع نواحي الحياة في الكويت. سيحدث الأخ علي ضبية في هذه المقابلة عن شاويهم شاوي ضبية، وعن الشواوي الموجودة في الكويت، وعن كل ما يتعلق بهذا الموضوع الذي اندثر حاليا، والذي لا يعرف الجيل الجديد من أبناء الكويت سوى اسمه فقط. أشكر الأخ علي ضبية على تكرمه بإجراء هذه المقابلة الظريفة معه، وشكرا. الأخ علي، نعم. أنت أول دور من درس عنده أول أمر؟ عند العنزلة. وين مدرستهم؟ زبلة. إيه. مسجد صحيح. القرآن كريم ها؟ إيه نعم. إيه. ظل يشكر فيها؟ والله تقريبا محرر 5 سنين فيها. إيه. وتالي أخ علي أول. تالي صرت بالغرم وأسرح أعاون أبو. إيه. إيه. لين توفى أبوي، قبل توفى أبوي وأنا مجود هنا. توت عاد تالي حطيت فيها صبي وقعدت أكل دحمار. أعاون مساعد على البيت. إيه. إيه. والشاوي ماكو مصلحة. ناس يعطونا وناس ما يعطونا. شلون؟ ماكو يعني. هذا يحرق الوجه يستعين الرجال من صاحبه صديق. إيه. ويسمح والحال انت خابر. إيه. قعدت على ذاك الدحمار اعاون البيت. إيه. لكن اول شاوي كانت كانت جدتك اول. اول ما بدي شاوي عندكم. اول ما اخوي جدتي. ضبية. ضبية. إيه. وشا اخذت الجوالة من هذا مثقال. إيه مثقال. 7 أريال وتيس. إيه أريال فرنسا. فرنسا. قديم من زمان. إيه قديم. إيه. وتالي جودت جدتي لين عجزت قضت. إيه وهي ترعى الغنم. هي يصلع صبي فيها. بس هي المسؤولة عنها. هي مسؤولة عنها تروح تجيبها وتوديها. إيه.
ثالث عجزتها حطت أبوي قاعد فيها أبوي حد هون عن الغوص أي مع ابن خلف وقضبها عاد قضبها لين شوي استرك جوتها أنا أبو ما جوتها لي محل كم سنة وقت عاد مو هذا قاعد حتى تحمر أكد الشامية وأكد البحر النجعة أصب البيت وأحوش بيزات حق المصرف البيت زين أولا شاوي وين تروحوا من أبعد محل أول الجد في الحياة الجد في الحياة الجد في حدها نايف والشامية اي لك ساعة مكسور غديب قبل بناء السوق وهذا وش اسمه النفوذ اي اللي بشوي بس على حد هذا بس تالي تكبرت الدية انتزعت شوي توصل طرف العدنية ما العدنية وهذا تالي بعد أبعد تالي عد من جاء عد أبوي وهذا لا من جلب الشوخ وحول الرافد جلب الشوخ يوم انت وين توصل جلب الشوخ اي يوم متى ما هدناها ما وصل جلب الشوخ زين ما ورد الماي وين تهارد الغنم؟ أول ما ورد أول ما يوم على حياة جدتي إيه؟ عند مالت العدساني هذا المدرسة إيه مسجد هذا مسجد المثنى المثنى هني إيه تزة وتالي توسعت الدنيا وصارت عند مالت فرحان العبد اللي عنده وزارة الشؤون الاجتماعية هني إيه اللي جبله إيه وتالي راحت وحفرنا الشامية حفرت الشامية إيه عند مال صيد العجمان هني طرف الشامية عندنا عقب توسعت وصلنا عند مالت مزرعة مالت خالد هذا تالي عند مولي ايه. زين شاويكم كان وايد شاويكم في غنم وتصك ألف ألف ومئتين ألف ومئة لا صار ربع ايه. طيب وايد ايه. زين شلون تاخذون عليهم أجرة والله أول تاخذهم جدتي شاهية هذا الشاهية ايه. هذا شاهية ولا زرعة الصخرة حتى ايه. عليها كاشونة يعطونها اسمه ايه شلب ايه الشلب هذا ايه كاشونه كاشونه حتى ايه برقباتها تروح له ايه بس والكاشونه هذا ملخوص ايه الزبيل ملخوص لا هذا لا مغطى ايه يلقونه برقبتها يلقونه برقبتها وتوفيها ايه او خرزه ويودونها وهالبيت شو يحطون هذا بالكاشونه شلب ايه انا مقدورها ايه وكان هذا معروفه ايه لان حتى جت الشمته في رقبتها ايه عرفها اما مقروعة ولا والد ايه يجون ياخذون ولادها عدل وحطوا هذا هذا بالكاشونه بالكاشونه شلب الشلب هذا ايه زين بشهر ايش كنت تاخذون؟ بشهرتها تالي ابوي عاد خذها على ثلاث سنوات الشهر على كل صخله كل صخله ايه وبعدين بعدين ما زالت تالي زادت على نص ربيه وتالي حطيناها اترك كلش ربيه ايه محلة مثل ما قلنا محل شاويكم في رجل ساير أبدا هذا يمن مقبرة السوق القديمة ايه نعم إلى الحين حديقة البلدية ايه نعم محل القديم ايه ايه زين ذاك الساع كان عشب موجود يعني وايد عشب اشكثر يعني سامين تصور عش ما يقعد القيض كله ايه ونرعى فيه القيض ترى عشب وامطار غزيرة اشكثر يعني سامين صدق ذاك الوقت العشب الكثير الحين أرض خالية ماكو شيء قسمة الله يا أقول لك يعني شيء والحين إحنا بنطلع صورة عن العشب مال الأول هاي بالسرة لا حوالي 30 سنة هذا من السرة هاي مأخوذة بالسرة لا حوالي 30 سنة يعني تبين منظر العشب والأشجار والشجيرات البرية والنويل وغيره يعني منظر عجيب ذاك الوقت هالوقت عاد كله الحين بنطلع نشوفها الصورة شوف الصورة يعني وين طيب يعني عجب ذاك الازهار ايش بالاول وين والصوره هذه خلتها زوجة الكولين دكسن ايه هذه حق ولدها وبنتها واحد بدوي معاهم ايه بالسره اي نعم ذاك طالع الاشجار والازهار يعني عجبه مع صور ذاك الوقت قبل وين قبل العشب تعطط حتى اسطوح متروسه عشب كان الامطار غزيره ذاك الوقت نقعد باليوم يومين ما نسرح ايه هاي بعدين منظر ثاني بيت شعر ايه وعشب وعرف هاي كل شيء ذاك الوقت بعدين هاي اسمه هذا وهذه هذا دروازة دروازة الشامية هاي صورة قديمة كلش هذا قديمة هني كانت رعون الغنم من نايف مسافتني شو المسافة يعني بين نايف وبين السور بيوت شعر لا بعد دون كان بيني بيوت شعر
بين نايف وبين سود دروازة واحدة وجدامها جدار يحميها. كان أول قديم الصورة هذه، خارجها كانت هذا الشامية ومن داخل القلم مبين قصر نايف وخط واحد للسيارات بس، لكن ساعة قليلة كل السيارات. لا ماكو سيارة. لا موجود لكن قليل. لا ماكو قبل كل شيء. قبلي لكن الأخير صار. ثالث لا زي الأخ علي. أي اسمه هذا. بعدين أنت هذا اشتغلت هذا بالماي. بالماي. صار نجيب من قربان السور. من قربان السور. بالشامية. تخفى هذا. يعطونا نضرب القربان. ونحفرها ونأكد منها. جزاهم الله خير. بالشامية. بالشامية. ونطلب من قربان حمود العنزي. هم بعد قبان ونحفرها ونرومنها ونفرق على الناس. ومثل ما قلنا هذا ضرب ثلاثنات واربعنات وخمسنات، اللي بيته بعيد داخل خمسنات واللي دون ثلاثنات. وعندكم عملاء وايد؟ عندنا صبر ريال الفوقيات 12 ضرب 13 ضرب يجيب باليوم. ومش من هذا من السدة لا 15 16 يجيب. مثل ما قلنا مساء موارد الماي حق الشاوي هذا كان عند مسألة المثنى هني. مثنى. بعدين وزارة الشؤون الاجتماعية على البحر. اي نعم. مصاب السور. مصاب السور. بعدين تالي الشامية. الشامية. حد عند مالة الصحة. اي. وهذه مال وزارة الشؤون فيها مزرعة. اي حق حق فرحان. من عبيدة. عبد عنزة. عنزة. من عبيدة. اي. والشامية تالي عقبها بعدين رحت وين؟ خالدية. الخالدية مات. الخالدية اللي الخالدية اللي موجودة مزرعة خالد. اي كان مزرعة الشيخ خالد عبد الله. كان فيها مزرعة اول؟ لا ما فيها شيء. في قلبان صحراء. اي وتالي تالي بس سلام. بس هاي ابعد شيء مورد لكم اللي بالخالدية هذه بس. انتوا ويا شاوي البدر وغيرة شواوي كلها. اي كلها بس هو الجبلة بس. اي اما اللي شرق من الدسمة. الدسمة هذه والنقرة. النقرة. اي عدل. بعدين ما قلنا تكديت الماء بالبحر. كديت يعني من الخشب تاخذ الماء. اي كديت وتوزعه داخل الديره. اي نعم. الحين بنطلع صوره قديمه. شوف هذا الحماره ماخذين الماء من البوم وطالعين الماء مقرحه جزر. صورتهم شوف هذا لبام سفير صوره قديمه هذه. بعدين هاي الحماره طالعين ماخذين الماء من البوم وطالعين هالماء قراح جزر. هاي منظرهم. اي نعم. هي قديمه الصوره لحوالي 30 سنه هذه. اي قديمه. إيه. بعدين طلع صوره ثانيه تشوفها ايضا تعلق بالماي. هذه ايضا بعد صوره قديمه حق هذا حمار راعي ماي في شارع بالمطبة. طب بالطرف يبين مسجد عبد الاله. كان هنا حد السور اول. شارع هذا مال عبد الاله. هاي صوره قديمه ايضا بعد. والناس طالعين من السوق مبينين بالصوره. هذا مره وريال واحدة عليها راس زبيل. نعم. بعدين نطلع صورة ثانية أيضا قديمة تعلق بالماي. هذه سكة قديمة من سكيك الكويت أول. وهذا كندر مبين بالسكة وهناك مشهد صغير. قديمة الصورة هذه والسكيك أيضا داخل البلد قديمة مبين هناك مسجد صغير. شوفها مال المساجد أول الصغار منارة صغيرة. هاي الكندر طبعا خرادر. بعدين نطلع صورة أيضا بعد تعلق هذا. هذه صورة بعد اللي تطلع حين في برشة. كل برشة الجبلية شو بينه سحيلة. اي هذا كندر. هاي حمار وهناك حمارة. هذي يوزعون الماي حق البيوت. هاي البيوت. اي هاي صورة قديمة لها حوالي 25 سنة بس الصور الأولي أقدم منها. اي هسه. اي كذلك هاي بعض الصورة أيضا عن نقل الماي. هذا بوم ماي بوم. كانوا شار جديد داخل النقعة. هاي الحمارة ينزلون منها ماي. هذه سنة 1939 أو 1940 في أول حرب. هي صور بعد كثيرة غيرها الموضوع هذا كلها تعلق بالماي. وغيره الله. زين الأخ علي من طرف هذا الشواوي منهم كان شواوي هذا القديمين. القديمين القديمين بالسلامة يعني أقدم شاوي. إيه؟ على ما تعرف أنت بالكويت. إيه؟ بن سلامة تقول جدتي الله يحللها. إيه؟ تقول أقدم ماكو بن سلامة ومتقاب. إيه؟ بس العتيبي بن سلامة صحيح. إيه؟ بن سلامة. إيه؟ ومحله شرق. شرق. في قسم من عمارة مل حسين. إيه؟ عند بيت دكسن.
محلهم على البحر هنا. وهذا شاوي قديم. قديم. يعني رعيهم داخل البلد. داخل. المصوب شارع دسمان. قديم ذاك الوقت. هذا بالشرق. أيه. أما بالجبلة. جبلة مثقال. عتيبي. هذا أقدم واحد. أقدم واحد. جبلة. ماكو أحد. إيه. الثنين. وهذا اللي يدتك شرت منه الغنم. هذا من شرت منه. إيه بسبعة تري الفرنسا. إيه هو يتيس. إيه نعم. زين الشواوي المشهورة اللي بالكويت ذاك الوقت اللي هذا اللي في زمن شاويكم اللي بالجبلة. شاوي البدر. شاوي البدر هذا. مسجد مطيري. إيه مسجد بن صنهات المطيري. وين محله؟ في مالت اسمه الحميضي. إيه. جاخر الحميضي. على لا إيه عندي أخور الحميضي. في براحة هذا حمود. حمود الناصر. حمود الناصر البدر. أيه. وصاحبه مثل ما قلنا مسجد بن صنهات المطيري. زين واللي غيره؟ واللي غيره حنا. لا يشاويكم. أي. يشاوي ضبيه. أي نعم. وبراد حلام. من لا؟ ماذا؟ ثامر. ثامر العتيبي. العتيبي. هو بسكة هذا. بسكة. أي. عند حفرة السبت. أي في رج السبت. أي نعم. أي. يما حين بناية غرفة تجارة الكويت الجديدة. أي هذا. أي. وشاوي ثاني بعد. شاوي ثاني هذا مرح السنينية. إيه موضي الثانية. هذه أصلها من الحسن. من الحسن. هذه عندها صبيان يرعوا القناة. يرعوا. وين يقع شاويها؟ عند هذا الحمام مال الشاي بيت الشاج. إيه. قرط الشاج. إيه. محل حمام السابق قديم. إيه. إيه يمسوق واجب. إيه نعم. هذه موضي الثانية. الثانية. إيه. بعدين هذا وشاوي اللي بسكت عنه زي من حق هذا. هذا حق براز. هذا حق الشاجي. أيه. أصل حق الشاجي. أيه. وتالي خذ براز العتيبي. أيه. هذا يمن مثل المباركية. أي نعم بالسكة مثل عنزم. أيه يمن مثل المباركية. أيه نعم. وهذا قديم بعد. أيه يعني حق براز العتيبي. أيه. وقبله حق الشاجي. أيه نعم. يعني هذا الشواوي المشهورة اللي بالجبلة. أيه اللي بشرق. اللي شرق الحربش. أيه شاوي. أيه الحربش المطيري. أيه ضيع. هذا هني يم هذا. يم الدفاع. يوم وزارة الدفاع الحين دوار مال وزارة الدفاع. أي نعم. محله. أي نعم. بالمسيل. أي نعم. الحربش المطيد رعية وغيره. غيره اسمه هذا. شيحان. شيحان بالمرقاب. أي. أي. الصانع. أي هاب المرقاب. شيحان الصانع. الصانع. في المرقاب. أي نعم. يم مسجد. مسجد الحمود. يم مسجد الحمود. أي. وغير هذا. غير هذا. زويد هذا. ما قلت الميزر. بالميزر قبل. من هذا؟ بالميزر واحد يسمونه بالميزر. اي راعي قنم. اي نعم. اللي شاوي ها؟ اي قبل. في المرقاب. بين المرقاب وبين فرج عوازم والرشادين. اي عندي عند حفرة الدغيم. اي حفرة الدغيم. اي. بعدين وثاني بعد واحد بعد قلت لي عنه شاوي. شاوي اسمه العبد هذا. اي خلف. خلف العبيد. اي خلف العبيد. اي نعم. هذا عند مقبرة البحار. البحار. يعني هذا فريج بن عبد السلام. اي نعم. محلة الصوابر الحين. أيه. هذا هذا. اي نعم. شاوي خلف العبيد. العبيد. أيه. الصوابر. الصوابر. بعدين ابو دخيل اي اخر شاوي بالمرقاب. اخرهم كلش. اي بالمرقاب. هذا علمنا الشيطان. مصلح المطيري. مصلح. مصلح المطيري. اي. مصلح المطيري. المطيري. اتراهم هذا كلهم. اي. وهذا هذا يم المالية. يم المالية. يم المسيل. هذه اللي بالمرقاب ومصاب المسيل. اي نعم. بعدين اللي مصاب شرق. سلمان. اي. اي بالمطبة هذا. بالمطبة هذا. هو اصله هذا حق ام عوض. مع اصله حق شو اسمه؟ بن سلامة. هو نفسه بن سلامة اللي على البحر شاوية. اي هذا كله تفرق من بن سلامة. اي. تفرقت عن الرواية اللي يقول كلها منه. صار عاد هذا ابو اي بس بن سلامة كان شاوي مثل ما قلنا أيه. على البحر قديم, أيه قديم. على البحر أيه. في جانب او في قسم من عمارة من الحسين أيه. يم بيت دقسن أيه. وهذا شاوي المطبة بالمطبة أيه. هذا بالمطبة. وصاحبته يقول ام عوض المقوم اي وعندها صبيان يرعون بالغنم أيه. هذه اي نعم وبعدها ولدها عوض عوض اي ولدها كان هو المسؤول عنها أيه نعم. السؤال أنا تالي جودها سلمان. إيه سلمان برجة. برجة. وهذا آخر واحد. ايه. بس عقبه بعد يعني راح شاوي المطبة. ما أخلص. ما شيء. ايه. كلها راح. إيه راحوا فيه ولكن آخر شاوي المطبة ايه. سلمان برجة. نعم. إيه في المطبة. ايه. بعدين بشرق في شاوي بعد بالعاقول. المرح هذه.
اسمها. هي اللي قلنا عنها نقوة. نقوة. هي عندها شاوي. مطيرية. مطيرية ها؟ نعم. شاويها شرق بالعقول. بالعقول. براحة الماس. نعم. في شاوي ثاني مثل ما قلنا بعد هذا الدسمان. دسمان هذا حق الشيوخ. حق الشيوخ وراعية دوسري. لا خوش معلومات الأخ اللي عطيتنا. يعني معلومات ممتازة عن الشاوي والشواوي بالقيم ذاك الويك. يعني هاي شيء راحت اندثرت ما باقي ما باقي منها الربيع راح بعد مثل ما قلنا بعد الربيع راح كل شيء يعني ما باقي منها الا اسمها وخاصة ما قلنا الجيل الجديد من الكويت يعني ما يعرفون الا بس الاسم شواوي لا بس شواوي ايه لكن ما لحقوا عليها اول في البيت في قنم ما لحقوا على المحاذف ما لحقوا على الطق ها اول كل بيت في قنم شو اربع خمس ست اكثر لا هذا بيت صار خمس اربع اي خاصة عم صار فيكم مويد بيت الخالد إيه؟ بيت البدر بيت المرزوق بيت كله كله من الثلاثين وطالع إيه؟ للأربعين عجيب بيت فارس القيان بيت الزبن بيت مصيبيح بيت كلها اي وايد العمر إيه؟ العمر أطلع ما أرد ما يطلع منهم عشرين راس إيه؟ بالتالي بعد والأول كله زايد لا عجيبة إيه؟ الخبر هذه عجيبة إيه؟ بيت العنجري كلهم بيت المشلفان كل هذه كلها معزة كبار صحيح لا أنا أشكرك على معلومات خوش معلومات ممتازة وطريفة وما قصرت بيت العدواني أي. بيت هذا الصبيح وايد مثل ما قلنا شاويكم كبير في حوالي 1200 نعم صارت بربيع يزيدون تزيد اي وحين ينزلون 800 اي تالي نزلت عاد 500 400 إيه إيه موضوع إنسان ما نقوله من حيث الشاوي إيه يعني لازم في كل شاوي يكون هذا ويا الراعي حمار لا بس جوالتنا تالي أول ما حط جوالتنا حنا إيه وتالي عاد سلمان وما سلمان هذي كلها حطوا حميدة إيه حق اللي ولدت لو ولدت خاصة أيام الربيع أيام الربيع إيه بس وأيام القيض حتى أيام القيض يأخذ منهم حماية إيه شيل على حماية إيه واللي مثل ما ويا دابة يشيله شيله شيل عيالها شيله لا صار أربعة خمسة شيله صعب والله عليه لا مشكور على أبو دخين أيه. مثل إذا ضاعت الإسخلة أي نعم شلون تعملون والله نطرب عليها نقول يا معين الإسخلة جزاها الله خير يوم يومين وتاني نحط عليها واحد مطرب يطرب عليها أي نعطي مثل نص ربية ربية أيه. على العقلة أي أيه. ودها أنت خمس سنوات أربع سنوات هذا أيه. حاجة بس لكن اللي يطرب راعي الشاوي أول يومين ثلاثة أيام يدور برا بالفريج بالفريج بس بالفريج وبالبر لنصار بالبر نعم آه. إيه؟ ويا ضعت بالفريج ولا ضعت بالفريج بعضهم الله يحقره وبعضهم تروح من تشيس راعية إيه؟ شي يقول مطرب يا مشاف الصلاة مشاف الصلاة جزاه الله خير عم الله والدي آه. ثلاثة أيام يوم ثلاثة أيام إيه؟ بالليل بس بالنهار ما نطرب ندور مع الجوايد إيه؟ مني ايه وبالليل بالديره وبالليل بالديره على الفرجان كلها او بس مو فرج لا حارة اللي حوالينا اللي مشاوي ايه اللي حوالينا آه المحلات اللي مشاوي يدورون عليها مثل حد فرج الشوخ مني الى فرج البدر الى فرج ايه يا مشاف الاسخره عباس وهذا ايه نعم تالي ما لقيناه حطينا واحد مطرب يطرب بالسوق ايه نعم اسمه هذا بوغيث بوغيث هذا مطرب ايه نعم ايه يطرب بالسوق عليها هولي من هولا ايه شو يقول يطرب من هذا يطرب النهار ها أيه. هل يقول الحلاوة الحلاوة ذي اليوم شاف للصلاة اي يوم يعير الصلاة والحلاوة ربية ربيتين مص ربية على مقدورة اول حط ربية ثاني حط ربيتين اي أيه. زين يقول وصل الصلاة سوداء برقة حمراء شيء هم يوصفونها التالي يا من المطرب يعني المطرب ما يقولها اي أيه. لان جاء قال شنو اسخلتك يقول اما حمراء ولا بيضاء ولا برقة ولا سوداء ولا المحل على الكلام هذا إيه؟ زين وإذا ما لقوا الإسخلة ضاعت ما ولا لقوها إيه يعني راعي شاوي ما يخسرها لا أول ما مثل تشتبه فيه تقول تعال تجدم على ما يجيك من الله والله يبحر إسخلتك عندك هو يقول حنا وياكم بحضر الله وتروح تسرح إيه؟ إيه؟ هاي تطريب على الإسخلة اللي ضاعت أي نعم إيه كان أول موجود إيه؟ آه صحيح إيه؟ لا مشكور أخ بودي خير خوش معلومات عطيتنا ونشكرك مشكور والآن أيها المشاهدون الكرام نأتي على نهاية هذه المقابلة الطريفة مع الحاج علي بن حسين ضبية حيث حدثنا حديثا ممتعا عن شاوي ضبية وعن الشواوي الموجودة في الكويت لنعطي للجيل الجديد من أبناء الكويت صورة جلية عن جانب من جوانب
الحياة في الكويت قديما قبل النفط، وإنني أشكره جزيلا على هذه المقابلة، وقد سجلت يوم الاثنين في 6 نوفمبر تشرين الثاني عام 1967. إلى اللقاء أيها المشاهدون الأكارم في مقابلة ثانية لنواصل أحاديثنا عن تاريخ الكويت وأحداثها وأخبارها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.